احنا بكل تاكيد ناسف الى ان حجبنا الخدمه الصحيه اليوم. المواطنين راهم اهلنا ومالينا، ونقولوا لهم حذاري انكم تكونوا تعملوا المغالطه. راهم الناس اللي يدعيوا اليوم اللي حجبوا عليكم عوان الصحه الخدمه، وكانهم في سابق الايام كانوا موفرين لهم خدمه. الناس تموت قبل ما تلحق مواعيدها، الناس ما تلقاش مواعيد اصلا، الناس تجي وما تلقاش الدويات. هذه معاناه حقيقيه. راهو حجبان الخدمه نهار، اياكم ان تمشيوا في شيطنة اعوان الصحه اللي ما عندهم حتى غايه سوى انهم يطالبوا بحقهم. الحاجه الاخرى، احنا رانا متحملين حتى ردود الفعل متاعكم. وقت اللي تلقاو الخدمه مترديه نقولوا عندكم الحق، لكن الاساس والاصل والجهه اللي يلزم نتوجهوا لها هي وزاره الصحه وعضو الحكومه وزير الصحه، هو المحمول عليه انه من المفروض يعلمهم ويدافع على حقهم ويضمن لهم حقهم اللي يساوي حقهم في حياتهم. للاسف الشديد لم يتم التوصل في جلسه صلحيه اللي دارت البارح في وزاره الشؤون الاجتماعيه في محاوله لايجاد حل لمختلف النقاط اللي ضمنها محضر جلسه 27 افريل 2016. الطرف الاداري والحكومه بصفه عامه قامت بايفاء بتعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالنصوص اللي خذينا فيها أجال قصيرة، ولكن تم احترامه الأجال 20 يوم، والرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 17 ماي 2016 ضمن جملة النصوص اللي تم الاتفاق عليها. نحب نأكد على حاجة، هو كون الإضراب هذا تم تأجيله في مناسبتين من أجل منح فرصة لوزارة الإشراف أنه تفي بالتعهدات متاعها. راهي فما تعهدات عمرها أكثر من 5 سنين، والتعهد الأخراني عمره عام ونصف، وبالتالي اليوم الوزارة نعتقدوها مش فقط تتنكرت، تعمل على انه تتجاهل بعدم التطبيق، حتى انه السيد الوزير يطلعنا في الرأي العام ويقول احنا المهنة اللي منحت لنا 20 يوم اوكي خرجنا فيها نص، احنا عندنا 7 نصوص من المفروض الكل تخرج متكاملة. يخرج امس نص متعلق فقط بإعادة تصنيف حاملي الإجازة في التمريض والفنيين السامين المصنفين من A3 لA2، ويهملون باقي النصوص. وين النصوص المتعلقة بعوان تنفيذ واستقبال؟ وين النصوص المتعلقه بتاجيل الاعياد؟ وين النصوص المتعلقه بال وين الفصل 2؟ وين معناها هي حزمه كامله ما صار منها حتى شيء. معناها اللي صار امس هي نقطه من بين كم هائل نتاع النقاط. هل معنى هذا انه امس يحبوا يبتزونا بمنطق اصدار نقطه؟ معناها باش نعيشوا كل مره احنا بالقطره هكا كل مره يلزمنا. والغريب في الامر وهذا يلزم يعلم الراي العام، هل من المعقول ان نناضلوا من اجل ابرام اتفاقيات ونزيدوا بعد نضطروا للنضال من اجل تنفيذها؟ هذه فما مفارقه، فما حاجه لازم نفهموها. بالنسبه للفصل 2، وعلى خلاف ما تم تداوله في بعض الصفحات وحتى في وسائل الاعلام، فان الوزاره بوسائل وبوثائق اداريه مراسلات رسميه صادره عن الوزير المكلف بالعلاقه مع مجلس النواب والناطقه الرسميه باسم الحكومه، الى جانب وثيقه رسميه صادره على مجلس نواب الشعب تاكد اللي الفصل 2 والا القانون عدد 24 المتعلق بالفصل 2 لم يتم سحبه بالبدء تماما بالبدء، وهذا ياكد اللي احنا متشبثين بالمساله هذه، وباش نحاولوا مع مجلس نواب الشعب عرضه على الجلسه العامه في اقرب الاجل. لا مش دقيق، انا اعي ما اقول، مش دقيق الحديث هذا، ونقوله بكل وضوح. ما مصير القانون الاساسي اللي مر على لجنة حمل السلاح والوظيف من نهار 20 ماي 2015، وين مصيره؟ أشنو المتابعات؟ أشنو المآل؟ من المفروض كل موضوع ذلك عندنا فيه ورقة للمتابعة، وين وصل عند باسم شكون كذا؟ احنا الحقيقة عندنا العلم اليقين اللي الموضوع هذا حابين يربطوه بمسألة مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، وهذه القانون العام للوظيفة العمومية هذه لبنى نعرفوها من قبل حتى قبل 4 أيام، ديما باش نراجعوا باش نراجعوا، ونقولوا بكل وضوح ما يمكنش ربط ما تمكين قطاع الصحه من الفصل 2 بالمراجعه العامه للقانون العام للوظيفه العموميه. انا جدد راجعوا ارواحكم كما شئتوا، ولكن ما يوقعش هالتلازم وهالربط القسري هذا. احنا رافضينه لانه استحقاق لولا فيه اتفاقات. 2 هو امتياز قطاعي ما فيش حتى كلام على غرار ما هو معمول به.